حبيبي، تعالى يا حبيبي. ايوه يا بابا. نعم. بتهاجي عليا؟ لحظة واحدة، انت بتبص على ايه في الشارع؟ بتبص على حد احلى مني والله يزعل مني. لا، ببص على الحمار صنقر، لا يكونوا خطفوه كمان. نفسي بس تريح نفسك، ما انت عارف زمان المباحث دلوقتي قبضت عليهم وعلى مدير السيرك كمان. يا بنتي دول ناس ظلمة، دول ناس مخهم وحش قوي، يفضلوا قاعدين ساكتين ساكتين ويختصوا وعلى غفلة يطبوا بمصيبة أكبر. ما انت عارفهم ولا يعني نسيت؟ لا عارفهم، بس اللي هيجنني ازاي يطلع سمير بيه هو اللي بيدبر ويخطط ويخليهم هم اللي ينفذوا. لا، كل الحوار غلط. يلا بقى منهم لله، نفسي اعرف بس ليه بيعملوا كده. بيعملوا كده ليه انت طيبة؟ عشان الالمونيا. الالمونيا؟ اه قصدك عشان الفلوس يعني. فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ الالمونيا اللي هي بتاعت الحلل واحنا غلطنا.